السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين وبخير. يسعد الله اوقاتكم حبايب قلبي بكل خير ان شاء الله باذن الله. قراءه جديده وحصريه على قناتنا لمواليد برج الدلو. صلوا على الحبيب عليه افضل الصلاه والسلام. كتروا في الاستغفار وفي الدعاء علشان بيغير القدر. اللهم بشرني بما انتظر منك وانت خير المبشرين كلها. هدي لي اعصابك خالص. طبعا ما تنساش اللايك الجميل والتعليق اللي بتصلي فيه على الحبيب، وتركز كويس جدا في قراءتك، واللي ينطبق عليك من القراءه تنزل تقوله لي في الكومنتات ايه اللي انطبق عليك من قراءتنا النهاردة. انا متأكدة ان قراءة دقيقة جدا وحصرية وهتعجبك قوي. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. رافع ايدك لربنا وبتقول يا رب انا فوضت امري ليك، يا رب انا ما بقتش قادر خلاص. بالنسبة للمطلقات او الارامل، في شخص جديد ناوي يدخل، او يعني لإما ناوي في شخص جديد هيبقى فيه اعجاب وكلام، لإما عندكم بنت او انتوا عندكم خطوبه في ارض بيتكم للمطلقات، في خطوبه او في كلام عندكم، لإما ليكم لإما لبنتكم لإما لابنكم، الله اعلم، بس في فرح، في فرح عندكم. طيب قولوا لي مين اللي شعرها طويل وشعرها اسود وبيضة وملامحها حلوة، بس في علامة في وشها او بتشكي من حاجة في جسمها؟ مين دي وعايزة منك ايه وبتراقبك ليه؟ او يعني حطكم في دماغها قوي الايام دي بشكل غير طبيعي، لدرجة ان انتوا بتقولوا احنا عملنا لك ايه، حسبنا الله ونعم الوكيل فيك. حصل ولا ما حصلش؟ بلكم مشغول انتوا الايام دي جدا، وحيرانين في قرارات، حيرانين في مواضيع، حيرانين في حاجات بتتفتح قدامكم. انتوا مشكلتكم ايه؟ انه متسرعين، رغم ان انتوا عندكم ابداع. حاولوا على قد ما تقدروا تستغلوا كل حاجة في حياتكم، يعني حاولوا انتوا تستغلوا. بس قولولي انت ليه متكتفين؟ حاسين بالملل؟ حاسين بالارهاق؟ خلوا بالكم انتوا عندكم حد بيخونكم، طرف تالت بيتدخل في حياتكم، طرف تالت بيحاول يأذيكم. واحب ابشرك ان انت في عز ضعفك هتكون نقطة قوة في حياتك، هتكون بداية جديدة لانكسارك. انت انكسرت وخاب ظنك في اختيارك، يعني حتى في اختياراتك ما بقتش واثق، واخد على خاطرك شوية، بس في قعدة حلوة، قعدة لطيفة، في مواضيع من ناحية العاطفة هتتفتح قدامك قريب جدا. انت طمعان في ربنا، طمعان في كرم ربنا، وبتقول يا رب انا خلاص سلمت امري ليك، مش عايز حاجة تانية، انت يعني اديني. مين الشخص اللي بعت لك رسالة؟ مين الشخص اللي هيبعت لك رسالة قريب جدا وهتيجي تبشرني او بعتها لك؟ انت دلوقتي مركز طاقة تركيز او طاقة انتظار رهيبة، يعني انت دلوقتي مركز، ممكن تكون مركز في كل كلمة انا بقولها لك. ليه؟ عشان انت حيران ومستني تسمع حاجة معينة، انت مستني تسمع حاجة معينة، في دقة وفي تقليق وفي شفاء عندك، بس انت حاسس ان الدنيا ماشية معاك بالعكس. عمرك ما ظلمت حد، بس انت اللي اتظلمت. عمرك ما جيت على حد، بس بالعكس هم جوا عليك، فما تقلقش. بس اقول حاجة بسيطة كده، في اعتذار، في اعتذار، لإما انتوا هتعتذروا لحد زعلتوه بكلام قلتوه جارح من غير ما تقصدوا، او حد هيعتذر لكم. هو في اعتذار وفي ابداع عندك، بس في واحده ست، الست دي بتطلع بره تتكلم عليكم. اجمل ما فيكم ايه؟ ان انتوا ما بتشتكوش. اجمل ما فيكم ان انتم متالقين وواثقين من نفسكم قوي.
اجمل ما فيكم ان انتوا عارفين اللي عليكم واللي فيكم، وما بيفرقش معاكم كلام ولا بيفرق معاكم حاجه. بتقولوا انا ليه يا رب كريم، انا خلاص تعبت وزهقت، بس انا عارف ان ربنا هيشفيني. بص هنا عندك حرف الشين، حرف الحاء، دول موجودين في حياتك، الشين والحاء بيعملوا ايه؟ بينكم ما بينهم انفصال، او بينكم ما بينهم حاجة، وهيبقى في كلام الفترة اللي جاية لو انتوا حصل عندكم بينكم ما بينه انفصال او نفور او حاجة، في كلام هيحصل الفترة اللي جاية وقريب جدا. في حاجة انت هنا بتحلم بيها، يعني في احلام بتتردد معاك اول فترة دي، او في مواضيع بتتفتح قدامك. طيب انت هنا جسمك بيسخن فجأة، بتحط ايدك على رقبتك وبتحس برعشة كده، وبتمسك في اي حاجة قدامك، او بتحس بدوخة، دوخة فجأة كده. اللي قالك قلة اكل، اللي قالك انت مش مهتم باكلك، وانت وانت وانت، بس ده تفكير رهيب، ده ضغط نفسي عليك من كل اللي انت فيه. الفترة دي انت بتعدي في فترة متعبة، بتعدي بمعاناة، صح؟ حاسس بغربة، حاسس حاسس انه في حاجة غلط. ليه؟ ده الغلط اللي انت حاسس بيه ده بدايات جديدة، بداية جديدة وحياة جديدة انت بتسعى من اجلها. اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك تعديل، عندك فرحة طال انتظارها قريب جدا. طيب انت بتحب اللون الاسود، بتحب الالوان الغامقة، بمعنى اصح الالوان الغامقة دي انا شايفة لكم شراء بداية جديدة، يعني شراء لبس جديد، او ناويين تعملوا حاجة في بيتكم، ناويين تغيروا لون الشقة، ناويين تغيروا حاجة في حياتكم، ممكن عربيتكم، ممكن الله اعلم، بس انتوا عندكم حاجة جديدة هتعملوها بالهدوم بتاعتكم، بالالوان الجديدة اللي عندك. انا شايفة هنا في طاقة تفكير برضو للمطلقات او الارامل، برضو طاقة تفكير في اولاد، في ايه بالظبط؟ انتوا عندكم طاقة تفكير، وورا التفكير ده هيكون في عدالة، بس عايزة اقول في حد بيكذب، حد بيستغلكم، يعني حد كده من اهل بيتكم، هو من الاهل بيستغل فيكم وبيتكلم عليكم. هو ممكن يكون اخ او اخت، عشان في صلة قريبة جدا بينكم، طردكم بره حياته او انتوا طردتوه بره حياتكم، يعني حد عندك عينه كده ما بيملاش غير التراب، بمعنى اصح ربك هينقذك من الناس دي وهيبعد عنك اللي انت بتمر بيه حاليا. ما تقلقش، انت نظرك قوي وبدأت تحسم علاقاتك، او بدأت تحسم مواضيعك، يعني ايه؟ ما بقتش زي الاول، ما بقتش زي الاول، بدأت تكون مختلف وماسك، يعني الايام دي بتحاول تمسك على ايدك شوية، بتحاول تقول خلاص. في كمان هنا حد بيحبك قوي، الحد اللي بيحبك ده بيحبك، بيحبكم بمعنى الكلمة، وبيتمنى لكم الرضا ترضوا، بس انتوا بسبب اللي انتوا فيه مش عارفين. خلاص قلتوا خلاص، يعني انا بجد مش قادرة، اتظلمت وتعب، خلاص. بالنسبة للناس اللي بتسهل على الدراسة، الدراسة الدراسة، هي في شهادة حلوة وهتكونوا مبسوطين بيها، يعني انتوا دلوقتي اكلين في نفسكم اكل، فالايام دي في مواضيع عندك ومركز جدا على امتحاناتكم، مركزين جدا على دراستكم، بتقولوا الدراسة بتاعتي هي سلاحي، هي شهادتي. بسم الله عليكم، استمروا استمروا، بس خلوا بالكم من العلاقة الثالثة او من الطرف الثالث، مش عايزاكم ترموا دانكم لحد، مش عايزاكم تخافوا من المستقبل خالص. الشخص اللي بيأذيكم ونيتكم ونيته مش سليمة اتجاهكم، ارموه ورا ظهركم وما تركزوش عليه، علشان ما تعملولهوش قيمة،
انتوا معروفين عنكم ان انتوا ما بتعملوش قيمة لحد، فلازم تنهوا، ولو حد بيحاول يأذيكم او يخرب بيتكم خلاص. ايه اللي انت اشتريته النهاردة او ناوي تشتريه؟ في حاجة انت ناوي تشتريها؟ يعني انت ناوي تشتري حاجة معينة او ناوي تعمل حاجة ناوي ممكن تكون عايز تروح عند العطار، ناوي تشفي نفسك بنفسك، ناوي تجيب علاجات ليك، الله اعلم. بس انت هنا عندك شراء حاجات، او ناوي ناوي تكشف، الله اعلم. بس انت عندك هنا حاجات جديدة هتحصل، في زواج وفي خطوبة عندك، لا اما هتكون ليك لا اما انت هتحضرها. بس انا شايفة ضحكة وابتسامة حلوة وربط احداث شديد، اظن ان ده ليك. اظن ان حان الوقت ان ربنا ينصرك، وحان الوقت ان انت بقى تبص لنفسك شوية. انت طول عمرك مظلوم، هتفضل لحد امتى مظلوم؟ بسم الله عليك، بسم الله عليك. الهدية اللي جايالك قريب جدا هتكون حلوة، حلوة قوي. ليه هتكون حلوة؟ علشان خاطر انا شايفالك برضو ابتسامة، وابتسامة هتفرحك. بس انت مشكلتك ان انت الفترة دي مضغوط، مشكلتك ان انت حاسس ان في حاجات جاية عليك وتعباك، طاقة قلق، طاقة تفكير، حيران وتايه، واكتر فترة ماسك دماغك ومصدق. رغم ان ممكن يكون اليوم او بكرة ممكن يكون عندك استمتاع مع قعدة مع حد، قعدة لطيفة. انت مشكلتك عندك وسواس، حاجة كده بتخليك تحس بالحاجة قبل ما تحصل، ودي حاجة طبعا بتضايقك. روحانيتك عالية، عالية قوي، بتربط الاحداث بطريقة رهيبة. اهتمامك بمظهرك وشياكتك وانقتك ورشاقتك وجمالك هو اللي بيدفعك التمن غالي، هو اللي بيخليك كاره ونفسك مسدودة عن حاجات كتيرة جدا بسبب الكلام وبسبب الحيرة. بسم الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. في هنا خروج من الزعل من بعد اللي انت شفته. بص هنا، بسم الله، انت خلاص وصولك للهدف قرب، وصولك ان انت توصل وتقابل وتعافر وتجاهد قرب جدا، خلال كام يوم بالظبط، وهتظهر لك حقيقات مستخبية، وربنا هيديك وهيرزقك. ليه؟ عشان نويت تغير من نفسك. انت حرفيا ناوي تغير صحاب، حرفيا ناوي تغير اهل، حرفيا ناوي تغير حاجات كتيرة جدا في حياتك. فطول ما انت ناوي هتلاقي هتكسر الروتين. انت متحبش الروتين، متحبش تنام وتصحى في اللي انت فيه، ده حاجة بتضايقك قوي وبتخنقك، وفي انفراجة هنوة، والظروف اللي انت بتمر بيها فترة وهتعدي، ما تقلقش. الحمل 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 اللي يخص حياتك قريب جدا ليك، خبر حمل، وبشرك تاني بثلاث نقط هيحصلوا لك. ثلاث نقط دول هيوصلوك للبر الامان، هيوصلوك ان انت خلاص هتقول انا صبرت واشتغلت وعافرت، من حق اشوف الطرف التاني هيضحي بايه. عندك اختبار، لا اما انت هتختبر شريك الحياة، لا هو في اختبار عندك، او ممكن يكون اختبار شغل، في اختبار عندك يخص حياتك، والاختبار ده انت هتاخد من بعد الاختبار ده شايف انه في قرار هتاخده حاسم، وفي مواضيع هتكون جديدة على حياتك وهتستجد. تلات ايام، تلات ايام بالظبط، وهيكون في خبر، مكالمة، في حاجة هتحصل عندك بعد تلات ايام وهتيجي تبشرني. بس انت هنا في ضغط، في طاقة ضغط. ليه؟ ضغط على نفسك اليومين دول قوي، لا اما في شغل لا اما في تفكير. عندك انفراجات حلوة جدا،
بس انت بتمر بالتزامات جامده الايام دي، عليك مصاريف او دافع مصاريف الله اعلم، انت الضغط اللي عليك من شريك الحياه ضاغط عليك مخليك كاره حياتك، بس انت على مين؟ انت خلاص ما بقتش قادر تستحمل وقلت استوب بقى شوي، انا من حقي اخد راحه، انا برضو بني ادم. بتفكر كتير، طاقات تفكير رهيبه في حاجات كتيره جدا، دايما دايما بيظهر لك الست وبنتها، الست وبنتها اللي عايزه تخرب بيوتكم، الست وبنتها الغيرانه منكم الحقوده. طريق، والطريق ده انت ماشي فيه، هو لسه انت مش مدرك الطريق اللي انت ماشي فيه كويس، بس قريب جدا هيكون من وراء خير، وهيكون من وراء كلام حلو، هيكون من وراء نور من بعض الظلمه اللي انت شفتها. انصحك الاستعجال بلاش منه، المواضيع اللي انت في حياتك دي انا مش عايزه تردد. حيران، ليه حيران في موضوع؟ ليه مش عارف تاخد قرار في موضوع محيرك وعايز الحل؟ ده انت بتحل كل المواضيع، اشمعنى الموضوع ده انت عاجز عنه؟ اشمعنى الموضوع ده انت مش قادر تحله؟ ليه؟ عشان انت مقيد. مقيد بايه؟ مش قادر تاخد نفسك. طيب ليه؟ ضغط نفسي عليك، بتفكر كتير. اهدى كده عشان تعرف تفكر، اهدى كده علشان لازم تاخد القرار الصح. في هنا هم انت شايله لوحدك وبتلملم اوجاعك وبترميها ورا ظهرك، دايما متألق. طيب اقول لك ان انت هنا بتعاني من حسد شديد. حسد الشديد ده منين؟ من ان انتوا دايما متألقين واثقين من نفسكم جدا. احلى ما فيكم ثقتكم بالنفس، احلى ما فيكم ان انتوا بتعرفوا تاخدوا حقكم بس صابرين، بس عصبيتكم ساعات بتضيع منكم الحق. قولولي بقى، انتوا هنا زعلانين من حد ولا حد زعلان منكم؟ هو في موضوع زعل، والايام اللي جايه مش هقول لك في عتاب وكلام، بس هيبقى في مواضيع هتتفتح، كلام باذن الله هيتقال، هيبقى في شويه مواضيع، شويه حاجات هيتفتحوا قدامك، شويه الله اعلم، بس يعني هيكون في كلام بينكم. البلوك كده اتفك ولا لسه؟ طب هيتفك، هيتفكوا وهيجيبوا اللوم عليكم، وهيتقولوا وهيقولوا ان انتوا غلطانين وغلطتوا فينا. انت تعبت جدا من كسرة القلب اللي جايه اللي في حياتك، من المواضيع اللي عماله تضايق فيك وانت لحد الان مش عارف تاخد حقك. طيب البعض منكم عمل فحوصات كتيره، البعض منكم كشف اكتر من مره ومستني خبر حمل. انتوا حصل عندكم اجهاض قبل كده؟ او في طفل عندكم تعبان في خنقه؟ انت عندك مواضيع تخص اطفال والله اعلم. فرحه عمرك قريبه وبين ايدك وهتحصل باذن الله، اللهم صل وبارك على سيدنا محمد. عندك هنا حد هيهديك هديه، والهديه دي هتكون حلوه وتمنها تقيل. عندك علاقه مع الابراج الناريه، انت مقيد وهم مقيدين، وانت كاره الحياة معاهم ومش عايز تكمل مع الابراج النارية. ليه؟ علشان انت يعني الابراج النارية بينك وما بينهم قيود، وانت تعبان ومخنوق ومش قادر تاخد نفسك الايام دي. شايفة لك كمان حل المشكلة كبيرة في حياتك، الله، بسم الله، يعني انا بسم الله عليك، انت هترفع راسك الايام اللي جاية بسبب القرار اللي انت هتاخده فجأة، هتاخد قرار فجأة وهيكون عندك طاقة إيجابية. بص انت هنا في حاجة مأثرة عليك وموقفة حالك، مخلياك بتصحى من النوم خمول، كسل، إرهاق، تعب نفسي، ضغط عليك من كل الاتجاهات، لدرجة ان انت ساعات كده بتحس ان انت عايز تقعد لوحدك ومش عايز تتكلم مع حد، وبتقول يا هل ترى ده سحر ولا مش سحر؟ هو اللي ظهر لك حسد شديد الأيام دي. ليه الحسد؟ علشان انت متألق، انت لبسك شيك، انت مين بيلبس زيك، انت ممكن تكون بسيط، ما حالتكش حاجة، بس بتعرف تستغل اي حاجة، انت ما شاء الله عليك دماغك شغالة 24 ساعة، وطبعا محسود، انت الجنيه بتعرف تستفاد منه، مفيش حاجة بتضيعها، بس حظك قليل في العاطفة، رغم ان الفترة اللي جاية هتكون فترة متغيرة المواضيع، بس انت حاليا حظك قليل في العاطفة. عندك هنا ام شريك، حق ام الشريك، ام الشريك دي متدخلة في حياة ابنها بطريقة كبيرة،
متدخله في حياه ابنها، بتحب بتقي مالهاش حاجه، مالهاش حاجه غير ان هي تعرف اخبار الناس، وحاطينكم انتوا في دماغها ليه؟ علشان ممكن تكوني انت احلى من بنتها، او انت يعني الله اعلم هي دماغها ايه، هي دماغها ايه، بس انتوا حلوين، انتوا حلوين، وعلشان كده بيغيروا منكم، عشان كده حاقدين عليكم. بسم الله. هنا انت هنا خرجت من علاقة بسبب اخت شريك او بسبب ام الشريك، او حسيت ان الشريك ملهوش كلمة، حسيت ان الشريك حد بيمشي، وانتوا طبعا بتكرهوا حد يمشي شريك حياتكم، ده بيكون ده انتوا لو روحكم فيه ممكن تسيبوه فجأة. بسم الله. بينك وما بين الابراج الترابية ايه؟ ايه الربط ده القوي ومتمسيك الايد بينكم وما بين الابراج الترابية؟ ولاد اطفال بتحبوهم، في ايه بينكم وبين الابراج الترابيه؟ في هنا اخين او شابين بيحوموا حواليكم، عايزين ياخدوا حقكم، ممكن يكونوا اخوات، ممكن يكونوا شابين اصدقاء، الله اعلم، بس في شابين عندكم بيحوموا حواليكم. خلوا بالكم انتوا ماشيين في طريق، والطريق ده بسبب صديق او بسبب حد مقرب، انصحكم تتراجعوا عن الطريق اللي نهايته انتوا عارفينها، بس انتوا علشان حاليا تعبانين ومخنوقين ومتضايقين، فانتوا مش مدركين ايه اللي بيحصل، فلا انتوا احسن من كده، انا مش عايزاكم تشمتوا حد فيكم. المشكلة عندكم ايه؟ المشكلة عندكم مش صعبة، المشكلة سهلة وحلها بين ايدكم، بس محتاج شوية تضحية على نفسكم. مش هقول لكم تيجوا على نفسكم، ولا هقول لكم تعملوا مش عارف، لا هقول لكم لو انتوا عندك حرف الالف وحرف اللام وحرف الميم والميم والدال، الحروف دي انا انصحكم ان انتوا تخلوا بالكم منه. لو عندكم حد انتوا حاسين ان انتوا بتحبوه او هو بيحبكم، اقول لكم كدابين، الحروف دي لازم تخلوا بالكم منها كويس جدا. ليه؟ علشان دول بيأذوكم وطمعانين فيكم، دول عايزين ياخدوا حقكم، وبيلفوا حواليكم الحنية، بيلفوا حواليكم المحبة، علشان بيعرفوا يجيبكم. في كمان هنا تخليص من مواضيع في حياتكم، هتعرفوا تاخدوا حقكم قريب جدا، بس انا شايفة القلب فيه نبضات قلب سريعة، شايفة رعشة بتجيلكم فجأة، شايفة حيرة ومواضيع بتتفتح كبيرة. ليه؟ ليه هنا الطريق ده انتوا حاسين ان هو صعب؟ ليه في كلام عندك ومواجهات؟ انت بتدخل نفسك في متاهات، ما تزعلش مني، انتوا بتدخلوا نفس العصبية بتاعتكم بتخسركم، يعني لما بتيجوا تتناقشوا مع الشريك هو بيكون هادي واعصابه تمام، والمواضيع الحياة واخدها ببساطة، انتوا بتتعصبوا، بتروحوا مضيعين حقكم. لازم تتعاملوا، ودي نصيحة وهتعرفوا قيمتها قريب جدا، لازم تتعاملوا مع الشخص اللي قدامكم زي ما بيعاملكم. هتقولوا ما اعرفش، هقول لكم يبقى مش هتعيشوا وهتلاقي الدنيا جايه عليكم، اتعاملوا زي ما هو بيتعامل. لو كان شريك حياتي بارد فانا اكون زيه عشان ما اضيعش حقي، شوفوا هو بيعمل ايه وانت اعملوا زيه، ليه؟ عشان ما تضيعوش حقكم. في كمان هنا موضوع او خطوبه او حد هيتقدم، الله اعلم. في كمان اتصال، بس انا شايفة انه في حد بينكم وما بينه فرق سن، بينكم وبينه سفر، بينكم وبينه بلد، بينكم وبينه اختلاف، الحد ده هيكون في كلام، الحد ده هيكون صادق جدا في كلامه،